صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالنور والسرور، صباحكم حب وسعادة. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة برنامج يومي من الأثنين للجمعة، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، وخلوني الحين أرحب بفريق عمل برنامج ويانا اليوم. عدنا في الإخراج الزميل وائل قواسمة، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. صباحكم سعادة جميعا في يوم الخميس، واللي أشوفه أنه بعد ونيس. ها مخرجنا، شو رايك؟ بعدك تحب يوم الخميس؟ يقول هي يحب يوم الخميس. بغيت الصدق مخرجنا، المفروض أن نحب كل الأيام، نحب السبت، الأحد، الأثنين، لين الجمعة. دامنا نخدم بلادنا الغالية، دامنا نخدم دولة الإمارات، هذا الوطن اللي ما بخل علينا بشيء ولا راح يبخل على الأجيال الجاية من بعدنا. بلادنا تستحق منا كل الوفاء والإخلاص، تستحق منا العمل الجاد والنشاط. اليوم نحن ولله الحمد نفتخر بكوننا جزء من هالوطن المعطاء. اليوم إماراتنا تسابق كثير من دول العالم، لا وبعد فوقت عليها في كثير من المجالات. بلادنا ما ترضى بالمستحيل ولا تتقبل إلا تكون بالمركز الأول. ومن القلب وقبل ما نبدأ حلقتنا نقول اللهم احفظ دولة الإمارات قادة وشعبا، وأدم علينا نعمة الأمن والأمان يا رب العالمين. مثل ما تعرفون أعزائي المستمعين أن نحن في برنامج صحة وسعادة دائما نحاول نختار لكم المواضيع والفقرات اللي تهمكم وتخص صحتكم، ونذكركم أن نحن بعد على استعداد لسماعكم واستقبال مشاركاتكم، ويسعدنا بعد أن نوصل ملاحظاتكم أو اقتراحاتكم لمسؤولين هيئة الصحة بدبي، واللي أكيد راح تساهم في تطوير وتحسين منظومتنا الصحية. فاللي حاب يشاركنا نقول حياها الله على أرقام التواصل 600551414، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. مشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، بالنسبة لفقراتنا لهاليوم بتكون بإذن الله فقرات متنوعة، ومثل ما عودناكم في كل حلقة في البداية بنشوف شو عدنا من أخبار صحية، ومن بعدها بناخذ فقرة السوشيال ميديا. أما في فقرة التغذية فبنتكلم عن التغذية في المرضى اللي يعانون من تقرحات الفراش. وقبل ما نختم حلقتنا لهاليوم بيكون عدنا ضيف بيكلمنا عن خدمات مركز دبي للثلاسيميا. نبدأ بسم الله أعزائي المستمعين أول فقراتنا، ونشوف شو عدنا من أخبار صحية. خبر اليوم يتكلم عن التغذية السليمة أثناء علاج السرطان. قالت الجمعية الألمانية للتغذية أن مرضى السرطان يعانون من مشاكل صحية عند التغذية أثناء العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي، مثل فقدان الشهية، الغثيان، اضطرابات التذوق، صعوبات البلع والمضغ. هذا وبالإضافة إلى أنهم ممكن يعانون من مشاكل الهضم مثل الإسهال والمغص. وأوضحت الجمعية أن يجب تناول وجبات صغيرة غنية بالسعرات الحرارية بدلا من 3 وجبات كبيرة لضمان إمداد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة على مدار اليوم. ومن الأفضل تناول مكسرات كوجبة خفيفة بين هذه الوجبات. كما أوصت الجمعية الألمانية للتغذية على ضرورة إمداد الجسم بالبروتين بكميات كافية عبر الوجبات اللي تتكون من البطاطس، البيض، الحبوب واللبن. كما أن من الممكن تناول منتجات البروتين المركزة التي تباع في الصيدليات. وأضافت أخيراً الجمعية أنه يمكن فتح الشهية بإضافة التوابل والصلصات للطعام مثل صوص الصويا،
وأشارت كذلك إلى أن الأطعمة والمشروبات الباردة لها تأثير مهدئ يساعد على مواجهة التهاب الفم والحلق وصعوبات المضغ والبلع. أعزائي المستمعين، هذا كان خبرنا لهذا اليوم. طبعا هذه التوصيات اللي قدمتها الجمعية الألمانية للتغذية أنا أشوفها مو بس لمرضى السرطان، لكن هذه أنا أعتبرها يعني قواعد تغذوية أساسية. فتقسيم الوجبات والتركيز على العناصر الغذائية المهمة بوجباتنا شيء ضروري ومهم ينفعنا وينفع صحتنا. ولا شو رأيك مخرجنا؟ ها؟ ويانا زين؟ عيل خبرنا شو ناوي تتغدى اليوم؟ سندويش جبن ولا مندي ولا عيش ولحم؟ المهم ما علينا. شو يعني ما تغديت عليك بالعافية، لكن لا تنسى انك تسوي الرياضة بعدها. أعزائي المستمعين، الحين خلونا ناخذ فقرة السوشيال ميديا وخلونا نشوف ونسمع شو آخر مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي وشو المتداول فيها، وخاصة على منصات وصفحات هيئة الصحة بدبي. لكن هالمرة مب ويا زميلتنا أسماء الجناحي اللي بتخبركم فيها اليوم. أنا بخبركم شو عدنا على هذه الصفحات. إنزين، عدنا أول شيء في صفحة الإنستغرام هيئة الصحة في دبي، عدنا بوست يتكلم عن مرض الصرع. البوست هذا يتحدث عن لحظة طلع لكم إياه. يتكلم البوست هذا عن كيفية التعامل مع مريض الصرع في حالة يعني حدوث نوبات الصرع، ويتكلم بعد عن الحالات اللي تستدعي كذلك يعني الاتصال بالإسعاف أو طلب يعني خدمة الإسعاف، وكيف لمريض الصرع التحكم والتعايش مع المرض. فهناك في بعض النصائح تساعد على التحكم بالصرع، مثل اتباع نمط الحياة الصحي، الحد من الأمور اللي تسبب أو تزيد من حدة النوبة، ناخذ الدواء حسب الوصفة، ونحرص على المتابعة الدقيقة مع الطبيب المختص، وما ننسى أن نحتفظ بسجل النوبات وأي محفزات. كذلك يعني انذكر في هذا البوست حالات الصرع اللي تتوجب الاتصال بالإسعاف، اللي من هذه الحالات إذا كانت هذه أول نوبة للصرع، أو إذا استمرت النوبة أكثر من 5 دقائق، إذا كان هناك وجود صعوبة في التنفس أو الاستيقاظ، أو تعرض الشخص لنوبة أخرى بعد مدة قصيرة من النوبة الأولى، أو إذا حدثت النوبة في الماء، أو يعني حدث أو صاحبها مثلا إصابة معينة، أو إذا كان هناك أي عرض صحي آخر كمرض الحمل أو القلب. وفي آخر البوست يعني حطونا بعض النقاط اللي يجب أن احنا نسويها في حالة حدوث نوبة صرع لشخص أمامنا، وشو الأشياء اللي نتجنب يعني فعلها. ننصحكم أنكم تدخلون على يعني صفحة هيئة الصحة في دبي وتشوفون هذه المعلومات وتستفيدون منها. طبعا نختم فقرتنا يعني فقرة السوشيال ميديا بالرسالة الإيجابية لهاليوم واللي نزلت على تويتر هيئة الصحة في دبي. الرسالة تقول: لكي تكون سعيدا يجب أن تتمتع بصحة جيدة، لكي تكون صحيا عليك تبني نمط الحياة الصحي، قم بالتركيز على الأساسيات في هذا الشهر واستشعر الفرق، اشرب الماء، تحرك، تناول الغذاء الصحي، احصل على النوم الكافي. ها شو رايكم اعزائي المستمعين؟ شو رايكم خرجنا؟ انا اقول ان لو نغير لو نمط واحد في حياتنا اكيد راح نستشعر الفرق، وبنحس اكيد يعني ان احنا انجزنا يعني، ومو بس شيء يعني هذا الشيء بيخلينا نكون اكثر سعاده. احنا نقول تغيير في نمط الحياه مو بشرط يكون بشكل مفاجئ
أو إن في كل محاور يعني حياتنا، لا، حتى لو تناولنا محور محورين كل فترة ونحاول نغيرها، هذا يعني أنا أشوفه إنجاز. كل شيء بالتدريج ممكن وما في شيء مستحيل. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. حياكم الله أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم أرقام التواصل 600-551-414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف كلنا أن التغذية السليمة والمتوازنة تلعب دور مهم في المحافظة على أعضاء الجسم المختلفة واللي من ضمنها الجلد. وعند الإصابة ببعض الحالات المرضية اللي ينتج عنها الضغط المطول على الجلد والنسيج التحتي، قد تتطور الحالة لتصل إلى الإصابة بتقرحات الفراش. وفي فقرة التغذية لهاليوم بنتكلم عن التغذية السليمة والمتوازنة للمرضى اللي يعانون من تقرحات الفراش. وعشان نعرف أكثر عن هذا الموضوع يسعدني أن يكون وياني اليوم الأستاذة ريهام أحمد، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. يا مرحبا وسهلا فيك أستاذة ريهام، حياك الله ويانا في برنامج الصحة وسعادة. أستاذة ريهام؟ أيوة، صباح الخير. صباح النور والسرور. صباح الخير. أهلين أختي، صباح الخير. يا هلا وسهلا فيك أختي ريهام. الحين أستاذة ريهام، إحنا اليوم بنتكلم عن التغذية السليمة والمتوازنة للمرضى اللي يعانون من تقرحات الفراش. صحيح. إنزين، وإحنا قلنا بعض يعني المقدمة بسيطة إن يعني كيف ممكن الحالة تتطور وممكن تصل إلى تقرحات الفراش، لكن صحيح، خلينا نعرف أكثر من حضرتك ونعرف مستمعينا أكثر عن تقرحات الفراش شو هي ومشو هي الفئة الأكثر تعرضا للإصابة. تمام. تعقيبا على كلامك أختي، مضبوط. الجلد هو يعتبر زي خط الدفاع الأول في الجسم ضد الجراثيم والبكتيريا والمواد الضارة. اللي بيصير إن بعض الأشخاص، بعض المرضى بيصابوا بحالات مرضية نحن نتكلم عنها، بينتج عنها ضغط على الجلد، وبالتالي أيضا ضغط على النسيج التحتي، وممكن توصل هاي الضغوطات للمنطقة العظمية في الجسم، مما يؤدي إلى أنه تدفق الدم إلى الجلد بيصير بنسبة أقل، فبصير المريض عرضة لتقرحات الفراش اللي بسميها بالإنجليزي البيتور أو البريشر ألسر، اللي هي زي تقرحات بتكون ناتجة عن الاستلقاء على الفراش لفترات طويلة. مين هم الأشخاص المصابين فيها؟ هم يعني الأغلب المرضى هم المسنين الكبار في السن، اللي بيكون يعني وضعهم المرضي أو حالتهم المرضية تتطلب مثلا نومهم لفترات طويلة أو استلقاء لفترات طويلة على الفراش أو الجلوس مثلا على الكرسي المتحرك لفترات طويلة، فبالتالي بيكون في صعوبة في حركتهم، غير قادرين على تغيير الوضعية بسهولة أثناء النوم أو الاستلقاء، فبيكون النوم لفترات طويلة. كمان المرضى اللي هم مثلا مصابين بالشلل أو بيتطلب وضعهم جلوس مثلا زي ما تكلمنا على الكرسي المتحرك لفترات طويلة، بيكونوا معرضين أكثر للإصابة بهاي التقرحات. مثلا مرضى السكر اللي بيكون عندهم السكر غير منتظم بيكون عرضة أكثر للإصابة بهاي التقرحات، فهي بتكون زي تقرحات في الجلد بسبب الاستلقاء أو النوم على السرير لفترة طويلة. ممتاز. إنزين، لو جينا أستاذ رهام وتكلمنا عن التغذية المناسبة للمرضى اللي يعانون من هاي التقرحات، شو بتخبرينا فيه أستاذ رهام؟ طبعا هو عدم حصول المريض على تغذية متوازنة بيزيد من عوامل خطورة تطور هاي التقرحات وبيأخر في فرص التئامها وشفاء الجروح. لذلك يعني دائما ننصح بالتغذية السليمة. التغذية السليمة المقصود فيها تناول الوجبات الغذائية الصحية والمتوازنة تحتوي على جميع العناصر الغذائية، بروتينات، كربوهيدرات، دهون، طبعا كل شخص حسب الكمية المفروض يتناولها أو حسب احتياجه. ليش نوصي بالتغذية المتوازنة؟ لأنها يعني بصورة عامة بتحافظ على صحة الجسم، بتعزز المناعة
وبتقوي مناعة أو مقاومة الجسم ضد الأمراض. فبالتالي دائما ننصح بتناول مثلا 3 وجبات غذائية ووجبتين خفيفة اللي هي سناك أو الوجبات الخفيفية حتى يحصل الشخص على كامل احتياجه من السعرات الغذائية. بنركز أكثر شيء بالنسبة للأشخاص اللي هم مصابين بالتقرحات أو عرضة للإصابة فيها تناول كمية كافية من البروتين. البروتين زي ما بنعرف هو أحد العناصر الغذائية الأساسية في الجسم، بيلعب دور في تجديد الخلايا وتعويض التالف منها، وخاصة خلايا الجلد بما يتعلق بمرضى تقرحات الفراش. فمثلا يعني وجبة الفطور لازم تحتوي على البروتين، لازم ندخل مثلا البيض أو الأجبان بوجبة الفطور، الحليب مصدر ممتاز للبروتين، البقوليات بأنواعها، اللحوم بأنواعها أيضا في وجبة الغداء والعشاء، الحليب حتى لو دخلناك في وجبات السناك أو الوجبات الخفيفة كمان بيساعد على أنه الشخص يحصل على كامل احتياجه من كمية من البروتين اللي هو له دور أكبر في تغذية المرضى اللي بيكونوا عرضة أو هم أوريدي مصابين بتقرحات الفراش. شغلة ثانية كمان الخضار والفواكه، عدا عن احتوائها على الألياف تحتوي أيضا على فيتامينات ومعادن، مثلا فيتامين سي الموجود في الحمضيات، موجود مثلا بالفلفل، بالسبانخ، بالورقيات الخضراء، كلها بتلعب دور في إنتاج الكولاجين. أيضا الأكل اللي بيحتوي أيضا على الزنك زي الحبوب الكاملة، اللحوم الحمراء، منتجات الحليب لها دور أيضا في إنتاج الكولاجين. وعدم حصول الشخص عليها بيلعب دور سلبي على الشهية، بصير شهية الشخص ضعيفة، فبالتالي بمنع أنه الإنسان يحصل على أو يستهلك السعرات الحرارية المفروض يستهلكها يوميا. ممتاز. زين أستاذ رهام، دامك تكلمتي عن الخضروات والفواكه والفيتامينات، زين ممكن تخبرينا شو هي الفيتامينات والعناصر الغذائية اللي تساعد أكثر على تسريع الشفاء والتهاب الجروح؟ طبعا يعني تناول المخصص اليومي من الخضار والفواكه، يعني لا يقل عن 3 حصص من الخضار، 2 حصص من الفاكهة. نركز مثلا على الفواكه الغنية بالفيتامين سي زي ما تكلمنا، اللي هي مثلا الحمضيات بأنواعها، البرتقال، ممكن كمان الفراولة، الخضار الورقية الخضراء زي السبانخ، الفلفل سواء الأخضر أو الأحمر أو الأصفر، الأغذية كمان غنية بالزنك زي ما تكلمنا اللي هي زي الحبوب الكاملة. هذه كلها بتحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لالتئام الجروح، بتعزز إنتاج الكولاجين. تعزيز إنتاج الكولاجين بيحافظ أيضا على صحة الجلد. ونقص تناول مثلا الزنك ممكن يأثر بصورة سلبية زي ما تكلمنا على الشهية، فبطل المريض أو الشخص عنده شهية لتناول الأكل، فبالتالي ما حيتناول الكميات المفروض يأخذها، من ضمنها البروتين اللي هو أساسي في شفاء والتهام هاي الجروح، التئام الجروح، وبالتالي بأخر التعجيل من شفائها. ممتاز. إنزين أستاذ رهام، تنصحون بالمكملات الغذائية للمرضى؟ موضوع المكملات الغذائية موضوع يعني واسع، يعني هذا بيعتمد على الحالة المرضية، على درجة التقرحات، بيعتمد هل المريض بيتناول غذاء متوازن وكامل فبالتالي بيغطي جميع احتياجاته من الغذاء. في بعض المرضى خاصة كبار السن بتكون شهيتهم شوي ضعيفة، فبنلجأ للمكملات الغذائية بتحتوي على البروتينات، على الفيتامينات، على المعادن، مع تجديد بصورة كبيرة على أنه تناول هذه المكملات تحت إشراف طبي، يعني تحت إشراف الطبيب المعالج، لأنه الطبيب هو اللي حيختار شو نوع مثلا أو أخصائي التغذية شو نوع المكمل الغذائي اللي بيحتاجه الشخص حسب حاجته، يعني حسب احتياجه وحسب الوضع الصحي. وأيضا بحيث أنه الشخص ما يتجاوز الجرعات المسموحة لأنها ممكن تنعكس بصورة سلبية. يعني أنا في النهاية بهمني أنه الشخص يحصل على الاحتياجات الأساسية من التغذية، مثلا من البروتينات، من الفيتامينات، من المعادن، إذا حصل عليها من الأكل وكان تغذيته سليمة ما نضطر للمكملات. صحيح. المكملات من اسمها مكمل، يعني في شيء في حال ما تناولت أنا الكميات المطلوبة ممكن ألجأ للمكملات، بس برجع وبأكد تحت إشراف طبي لأنه الدكتور حيحدد النوع ويحدد أيضا الجرعة اللي المفروض المريض يتناولها. يعني الأولى أن احنا نعتمد على الأشياء التغذية يعني، وإذا في حال اضطرينا أن نأخذ المكملات هاي نأخذها. صحيح، هي أساسا التقرحات هذه اللي بيشخصها الطبيب، فالطبيب يكون أدرى في الوضع الصحي للمريض. أخصائية التغذية أيضا كمان دورها بأنها تحدد للمريض الكميات اللي بده يتناولها. في حال ما تناولها من الغذاء ممكن اللجوء للمكملات الغذائية لأنها وقتها بتكون ضرورة، بس تحت إشراف طبي
بتحديد النوع وتحديد الجرعات والمتابعة أيضا. ممتاز. إنزين أستاذة ريهام، في البداية أنت لما سألناك عن الفئات الأكثر تعرضا ذكرتي أن مرضى السكري أن هم من الفئات مثل ما نعرف كلنا أكثر عرضة يعني الإصابة بتقرحات الجلد. شو النصائح اللي ممكن تقدمينها لهذه الفئة من المرضى؟ هي بس تصحيح المعلومة، هو مرضى السكر إذا حافظ على مستويات طبيعية للسكر بيكون يعني بتكون أموره يعني أوكي. أنا قصدي في مرضى السكر اللي بيسموها مثلا القدم السكرية أو اللي هي دايبة كفوت اللي هي بتكون تقرحات أو مثلا إصابة بتكون في القدم عند الأشخاص اللي ما بيكونوا محافظين على مستويات طبيعية للسكر، يعني ما بيكون في متابعة عند الطبيب، ممكن بيكون طبيعة الأكل كمان مش كميات متوازنة بتؤدي إلى ارتفاع كمية السكر. فدائما يعني بننصح إنه مراجعة الطبيب دائما باستمرار، الالتزام بحمية غذائية معينة لمرضى السكر حتى نضمن إن السكر ما يرتفع ويصير الإنسان عرضة للإصابة بمثل هاي التقرحات. طبعا مريض السكر بيتناول كمية معينة من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات بالأخص، ما تتجاوز مثلا 50-60% من مجموع السعرات الحرارية في اليوم. نركز على تناول الخضار والفواكه اللي تكلمنا عنها قبل، طبعا حسب المخصص اليومي للشخص. نبتعد عن الأكل العالي بالدهون أيضا. أيضا ما نهمل تناول كمية كافية من الماء، يعني من السوائل ومن الماء، لأنه بيساعد على ترطيب الجلد ومنع الجفاف. صحيح. فبالتالي هي تغذية متوازنة لجميع الأشخاص سواء الإنسان مصاب بالسكر أو لا. مريض السكر بده يركز أكثر لأنه بيكون في عرضة للإصابة في حال مثلا نسب السكر كانت مرتفعة وغير مسيطر عليها، فبدنا نعطيها نوليها عناية أكثر. أكيد. ممتاز. أستاذ ريهام، كلمة أخيرة حابين نسمعها منك لكل اللي يسمعونا، شو حاب تقولين؟ حابة أقول يعني دائما التغذية السليمة تلعب دور في المحافظة على أعضاء الجسم المختلفة سواء للجلد أو الأعضاء الأخرى. يعني دور التغذية دائما بيكون مرادف للدور الطبي مع الطبيب، فأنا زي ما بلجأ لمثلا الطبيب يوصف لي الأدوية المناسبة للوضع الصحي أو المرضي، أيضا ركز على التغذية. كل ما كانت التغذية متوازنة أنا صحية بحصل على جميع المجموعات الغذائية ضمن الكميات المفروض أتناولها، هذا بيساعد جدا على محافظة على صحة الجسم وتعزيز مناعته وتقوية الجسم ضد الأمراض. ونتمنى دائما السلامة للجميع إن شاء الله، وما ننسى بعد النشاط الرياضي مهم كذلك. أكيد 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 النشاط البدني صار جزء يعني من النمط الحياة. صحيح. يعني ما بنستغني عنه أبدا. أكيد أكيد. جزيل الشكر لك أستاذة ريهام أحمد، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك على هالحوار المفيد، نتمنى لك يوم سعيد. تسلمي، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، الحين بعد ما خلصنا فقرة التغذية بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهاليوم واللي بنتعرف فيها أكثر عن خدمات مركز دبي للثلاسيميا تريونة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم بأرقام التواصل 600551414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. أعزائي المستمعين، فقرتنا للحين تتكلم عن مركز دبي للثلاسيميا اللي هو أحد المراكز التخصصية التابعة لهيئة الصحة بدبي واللي تقدم خدماته للمرضى وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات العلاجية ومن خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في هالمجال. وللحديث عن هذا الموضوع والخدمات اللي يقدمها مركز دبي للثلاسيميا، يسعدني أن يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور أحمد السليمان، طبيب أخصائي بمركز دبي للثلاسيميا. أهلا وسهلا فيك دكتور أحمد، نورتنا في برنامج صحة وسعادة. بالتحدث ليكم وسعيد بالمستمعين. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور. في البداية دكتور، خلينا نتعرف عن الخدمات اللي قدمها مركز دبي للثلاسيميا للمرضى بشكل عام. تمام. احنا خدماتنا مش بس للمرضى ولكن للمجتمع بشكل عام واشمل. المرضى طبعا احنا عندنا مرضى مداومين بصفة دايمة اللي هم ما قدروش يعيشوا من غير دم، اللي بياخدوا نقل دم كل 3 أسابيع أو 4 أسابيع، دول هم مرضى الثلاسيميا الكبرى.
دول على طول معانا من اول ما بيتشخصوا هم عندهم سنه او سنتين الى ما شاء الله الى لما بيخلصوا دراستهم وبيخلصوا وبيشتغلوا وبيتجوزوا وبيخلفوا كمان. دول المرضى الاساسيين للمركز. في مرضى ثلاسيميا ولكن ليس كبرى. ثلاسيميا في عندنا حاجه اسمها حاملين الثلاسيميا او الثلاسيميا الوسطى، ودول ما بيحتاجوش نقل دم بصفه مستمره لكن ممكن يحتاجوا نقل دم في بعض الاحيان اثناء الحمل، اثناء التهاب، اثناء الكوفيد، اثناء حراره. ودول بيتابعوا معنا في العياده بصفه شبه دوريه كل 3 شهور او كل 6 شهور. ده بالنسبه لمرضى الثلاسيميا. طبعا احنا عندنا كمان بنتابع مرضى المنجليه اللي بيجي لهم الام وبنحاول نعمل لهم تبديل دم بصفه مستمره. اما الصوره الاشمل للمركز، احنا طبعا عندنا خدمات الكونسلنج او التوعيه الصحيه، دي لكل 2 مجبرين على الزواج، بيتعمل لهم فحص الزامي قبل الزواج، بنشوف اذا كانوا هم حاملين للثلاسيميا ولا لا، واذا كانوا حاملين للثلاسيميا بيتحولوا للمركز عندنا، بنشوف ايه الاقتراحات وايه الخيارات المتاحه بالنسبه لهم، سواء هم يقدروا يكملوا الزواج ده ولا لا، ولو كملوا الزواج ازاي نقدر نخليهم يجيبوا اطفال سليمين وتجنبوا خطر الاصابه بمرض الثلاسيميا الكبرى. ممتاز. زين دكتور، شو تعطينا يعني فكره عن عدد المرضى المستفيدين من المركز، سواء الداخليين او المرضى الخارجيين اللي ذكرت عنهم؟ والله احنا تقريبا المرضى المتابعين المقيدين على قوه المركز، المرضى اللي هم المستمرين في نقل الدم حوالي 400 مريض، والمرضى اللي هم في العياده الخارجيه برضو المقيدين حوالي برضو 400 مريض، فالتوتال تقريبا 800 مريض. بس في طبعا الخدمات الاخرى دي، مثلا في فحص ما قبل الزواج والاستشارات دي، دول مش مقيدين على المركز لكن دول بيكونوا بصفه دوريه، فدول برضو ممكن يرفعوا العدد كمان لاكثر من كده. ممتاز. زين لو نتكلم اكثر دكتور عن الانشطه الداخليه اللي يوفرها المركز للمرضى، يعني شو عندكم الانشطه؟ هو طبعا الانشطه الخارجيه قبل الكوفيد غير بعد الكوفيد للاسف، لان هو قبل الكوفيد كان الانشطه كانت اكثر وكان في انشطه داخليه كتير. ما عليك، خبرنا عنها يعني ان شاء الله عقب ما ترجع الحياه على امين امين يا رب نرجع للانشطه هاي والفعاليات. فاستخدمنا فكره عنها. أمين. هي ما وقفتش يعني بصوره كامله، هي استمرت. اللي قدرنا نعمله على مجموعات صغيره قدرنا، اللي ما قدرناش محتاجين مجموعات كبيره كنا بنعمله اونلاين عن بعد يعني. لكن الانشطه اللي كان معظمها كانت الاحتفالات طبعا باليوم بالعيد الوطني والعوده للمدارس والاحتفال عيد الام والانشطه دايما في انشطه مجتمعيه، كان في رحلات بتطلع، حتى في رحلات كانت بتطلع حتى بره الدوله، كان في معسكر في ايطاليا كان بيتم كل سنه. بس طبعا السفر الخارج ده طبعا توقف. من شو هذا المعسكر اللي تخبرنا عن النشاط خارج الدوله؟ ده هم بيقابلوا كل مره الثلاسيميا على مستوى اوروبا والشرق الاوسط. يعني بيبقى في معسكر مع الناس الباجين يعني المصابين بالثلاسيميا من دول اخرى يعني. بالضبط بيبقى في تبادل خبرات، تبادل افكار، تبادل انشطه، بيبقى بيشوفوا العلاج الاخر ما وصل له عندنا هنا حتى. واحنا الحمد لله احنا عندنا المرضى بتوعنا كلهم ايديال موديل، يعني لما بيبقى موجود في اي مجتمع الثلاسيميا احنا ما شاء الله عليهم كلهم. يعني لو شفتي اي حد فيهم قابلتيهم في اي مكان بره، في بنك، في مدرسه، في شرطه دبي حتى، صحيح. دوامهم بيقضوا دوامهم بصوره عاديه طبيعيه جدا، وهو انت مش هتعرفي ان هو مريض ثلاسيميا الا اذا خبرك يعني. صحيح. زين دكتور، يعني خبرنا عن الانجازات اللي حققها المركز خلال السنوات اللي طافت. والله الحمد لله فضل كبير من ربنا. اكبر انجاز المركز ان هو الحمد لله احنا عندنا المرضى دلوقتي المتوسط العمري بتاعهم تقريبا يقرب الى متوسط العمر الشخص البالغ السليم. يعني زمان كان المريض الثلاسيميا ما كانش بيعيش اكتر من 25-35 سنه، الكلام ده يمكن من 15 سنه او 20 سنه. لا دلوقتي الحمد لله احنا عندنا مرضى فوق 60 سنه موجودين معانا، ما شاء الله. ده اكبر انجاز. الحاجه الثانيه اللي ممكن نتكلم فيها، نقول ان مريض الثلاسيميا خلاص ما بقاش اسمه مريض، يعني هو بيعيش حياته عاديه خالص من اول ما طفولته، بيعيش طفولته طبيعيه، بيدرس زيه زي اي حد تاني في زملاته في المدرسه، بيخلص وبيدور على دوام وبيقدر يقضي دوامه بشكل كامل، وبيقدر يتجوز ويخلف. الحياه حتى الكواليتي اوف لايف او جوده الحياه بتاعت المرضى
ما بقتش متأثرة زي زمان إن هو محتاج مساعدات كتير من أو يبقى حمل على حد أو يبقى عبء على حد، على أسرته أو على المجتمع. لا، لو هو بياخد دمه بانتظام وبياخد علاجه بانتظام خلاص بيعيش حياته بصورة طبيعية، ومش متأثر بأي مش محتاج أي دعم خاص بالنسبة لمرض الثلاسيميا. الحاجة الثالثة إن إحنا الحمد لله زمان كان الزراعة كانت مقتصرة على الأطفال، يعني مريض الثلاسيميا لما كان بيعدي سن 7 سنين أو 10 سنين وكان بيحاول يزرع، الزراعة هي العلاج الوحيد لمرض الثلاسيميا، هي العلاج الشافي، هي الحاجة الوحيدة اللي تخليه يوقف نقل الدم باستمرار حتى الآن يعني. فالزراعة دي كان زمان من حوالي 20 سنة كان لا يقول لك والله هو دلوقتي عنده 16 سنة، عنده 20 سنة مش هقدر أزرع له، يعني ميعاد الزراعة عدى. لا، الحمد لله احنا الفترة دي نتيجة وجود علاجات جديدة، واحنا بنطبق آخر علاجات اللي موجودة في العالم يعني بالنسبة للتخلص من تراكم الحديد الناتج عن نقل الدم بصفة مستمرة، وده اللي كان العامل الرئيسي والأساسي اللي كان بيخلي مراكز الزراعة ترفض ان يحصل ان هم يعملوا زراعة نخاع للبالغين، يعني لان بيبقى تراكم الحديد عندهم بيأثر على الأعضاء الحيوية زي القلب والكبد، فما بيقدرش يخش يعملوا زراعة لان عملية الزراعة عملية صعبة ومرهقة للجسم، فلازم يبقى الجسم سليم والأعضاء الحيوية بتاعته 100% شغالة ما فيش فيها أي تأثير، وده بيبقى صعب مع تراكم الحديد. الحمد لله الأيام دي مع العلاجات الجديدة لتراكم الحديد وإن احنا نقدر نتخلص منه بصورة نهائية من الجسم، احنا الحمد لله زرعنا لمرضى عندنا عدوا 30 سنة ما شاء الله، والحمد لله نتائجهم كويسة والحمد لله كويسين وأمورهم طيبة وما عندهمش أي مشاكل بعد الزراعة حتى حين يعني الحمد لله. ممتاز، يعني صراحة يعني هذه إنجازات الواحد يعني ما يقدر يقول إلا يعني جزيل الشكر لكم ولجميع يعني الفريق اللي قائم صراحة على العمل في مركز دبي للثلاسيميا. زين دكتور، أنا حابة بس أعرف، طبعا هاي المرضى يعني دائما يترددون عندكم في المركز هذا، شو العلاقة اللي تربطكم في المرضى وشو يعني أثر العلاقة يعني على نفسية المرضى، هذه العلاقة بين المريض وبين الطبيب، لو تعطينا شوية رأي. طبعا دي من ضمن أهم الحاجات وأهم الأشياء اللي فرقت في العلاج أو نتيجة علاج المرضى دول، لأن العادي اللي بيحصل في معظم دول العالم كالآتي: المرض ده بتشخص في مستشفى أطفال، فلما بتشخص في مستشفى الأطفال وبيبدأوا علاجهم الأطفال المصابين بالثلاسيميا في مستشفى الأطفال لغاية سن 12 سنة أو 13 سنة أو حتى 16 سنة، بعد كده بيقولوا لهم لا خلاص أنتوا خلصتوا عندنا، احنا مستشفى أطفال، أنتوا بقى تروحوا مستشفى البالغين الكبار زي هنا عندنا لطيفة وعندنا دبي مثلا، فهما بيتحولوا من مستشفى الأطفال لمستشفى الكبار، بيروحوا بقى يقابلوا تيم تاني، بيقابلوا دكاترة تانيين، بيقابلوا ممرضين تانيين، طبعا في وسط الزحمة للأسف مريض الثلاسيميا بيتوه، ما بلاقيش خدمة مميزة لوسط مرضى السرطان واللوكيميا واللينفوما اللي هم المرضى اللي هم بياخدين دايما الاهتمام الأكبر من أقسام الأمراض الدم في مستشفيات البالغين. لكن احنا عندنا في المركز احنا هنا الحمد لله الموضوع ده مش موجود، احنا الطفل بتشخص من اول ما هو عنده سنة او سنتين، بيجي بيبي صغير كده بيبقى نفس التمريض ونفس طقم الاطباء اللي معاه وبيشوفوه بيكبر وسطهم، فهم المرضى بتوعنا ما نقدرش نقول عليهم مرضى، اكتر نقدر نقول عليهم اخواتنا ولادنا. يعني بجد احنا بيعتبر احنا جزء من العيلة وهم بيعتبرونا جزء من عائلتهم، حتى لان هم على مر السنين احنا بنشوفهم بيكبروا قدامنا وبيحققوا انجازاتهم يعني علاقه وايد طيبه وحلوه تربطكم يعني بعد كانكم عائله واحده يعني. اكيد اكيد، واحنا مش بس المريض، احنا بنعرف المريض بس، لا احنا المريض بنعرفه وبنعرف اخواته وبعد كده بنعرف يعني بيت عائلته وبنعرف اولاده بعدين، وده اكتر وقت الواحد بيفرح فيه لما بيلاقي مريض يعني مش مريض بقى، اخ ليه او اخت ليه جايه وشايله مولودها وشايل مولوده وفرحان بيه صحيح، وهو سليم كمان، فدي بتبقى قمه الفرح بالنسبه للفريق العمل الصراحه، وهذا الدعم اللي هم يحتاجونه كذلك يعني بالعكس أكيد. يعني تعاونكم ودعمكم هذا اكيد ياثر على نفسيتهم وياثر بعد على استمرارهم في العلاج وغيره.
اكيد طبعا، اكيد اكيد. والدوله والله ما قصرت، يعني احنا الدعم اللي بنلاقيه من هيئه صحه دبي وحكومه دبي بجد، يعني ربنا يبارك لهم في كل مجهود وكل اعتناء وكل وقفه جنبنا في اي حاجه احنا بنطلبها من الهيئه. اللهم لك الحمد والشكر. زين دكتور، لو تكلمنا بعيد شوي عن المركز وخدماته، وبغينا نعرف اكثر عن مرض الثلاسيميا، خبرنا شو هذا المرض، شو اسبابه؟ جميل. طيب احنا مرض الثلاسيميا تقريبا اتعرف على وجه الارض على وجه البشريه من حوالي 100 سنه. اول حالات اتشخصت عندها ثلاسيميا كان 1925، يعني كمان 3 سنين هنكمل 100 سنه بالظبط. المرض ده عبارة عن مرض جيني وراثي، بينتقل من الأب والأم حاملين الصفة. هم بيبقوا سلام، ما بقاش عندهم أي مشكلة خالص، هيموجلوبينهم بس ممكن يبقى 11 أو 12 أو 10. الهيموجلوبين الطبيعي أو نسبة الهيموجلوبين الطبيعية في الجسم المفروض في ما بين 13 ل 14 جرام. طبعا هم بيبقوا حاملين الصفة وعايشين حياتهم عادي جدا جدا جدا. لما بيتزوجوا بيبقى في نسبة 25% في كل حمل ممكن يجي طفل مصاب. يعني ايه طفل مصاب؟ يعني الهيموجلوبين عنده بيتكسر لان في مشكله جينيه عنده. الجين المسؤول عن انتاج الكرات الدم الحمراء السليمه بالهيموجلوبين السليم ما بتتكونش. الجين ده بيبقى مش شغال لان اخذ الصفتين من الاب والام، فهو ما عندوش الجين ده، مش موجود، ما بيشتغلش، ما بيطلعش كرات دم سليمه، وبالتالي بتتكسر اسرع من المعدل الطبيعي. المفروض الكرات الدم الحمراء دي عشان تتكسر وتتجدد الجسم بيجددها كل 3 شهور. لا، الطفل المصاب ده للاسف ما بتقعدش عنده 45 يوم، فبيضطر بيحتاج نقل دم كل شهر، ما يقدرش يعيش بدون نقل دم، ودي بتبقى معاناه للاسره كلها مش للطفل بس. من اول ما هو بيتشخص هو عنده سنه، بيبدا يتشخص وهو عنده سنه، بيجي باصفرار في العين، بهتان في الجلد، شحوب ابيض، وغالبا سهل قوي ان يجي له ميكروب، يجي له التهاب رئوي، يجيله اعراض نزله معويه باستمرار، حراره باستمرار لان مناعته بتبقى كمان بتتاثر. وبالتالي بيجي يتشخص هنا في مستشفى لطيفه مثلا في الاطفال او اي مستشفى ثانيه، بيتعمل له تحليل صوره دم، بيلاقوا عنده نسبه هيموجلوبين واطيه جدا، بيتعمل له تحليل فصل كهربائي للهيموجلوبين، بيكتشف المرض، بيتعمل له تحليل جينات، بيتاكد المرض. اول ما يتاكد المرض ان هو مريض ثلاسيميا كبرى، ده مش هيقدر يعيش من غير دم عشان يقدر ينمو بصوره طبيعيه، سواء نمو فكري او عقلي او نمو جسماني حتى. فلازم بياخد دم مدى الحياه طول عمره، كل 3 اسابيع او 4 اسابيع بيجي المركز عندنا بياخد ما بين كيس لثلاث كيس دم الى ما شاء الله. ايه الحاجه الوحيده اللي توقف القصه دي؟ ان انا اعمل حاجه اسمها زراعه نخاع. طب ليه مش كل المرضى عندنا يعملوا زراعه نخاع؟ يعني لازم زراعه النخاع دي بتبقى من متبرع، وصعب جدا الحصول على متبرع، لان المتبرع ده لازم يبقى اخ شقيق ومطابق ليه 100%. طبعا اول حاجه عايزين اخ سليم، ودي برده مش مضمونه لان نفس الاب والام شقيق، لازم اخ شقيق، فالاب والام مش مضمون ان هم يجيبوا اخ سليم او حتى حامل للمرض، وحتى لو جابوا مش مضمون ان هو يبقى مطابق. فوجود المتبرع للزراعه مش سهل ان احنا نلاقيه. 30% بس نسبه النجاح بتاعته، يعني كل 10 مرضى ممكن الاقي 3 بس منهم هم اللي اقدر ازرع لهم بعدين. ممتاز. ده مرض الثلاسيميا بالخصوص. زين دكتور، لو كيف نقدر يعني الوقايه من هذا المرض؟ في اي اساليب وقايه؟ هي 1+1 بتساوي 2، فاحنا لازم في واحد مش موجود. يعني احنا عشان نوقف ما نجيش الاثنين، لازم نمنع واحد من ان هو يبقى موجود. يعني دايما احنا بنقول ان الحامل المرض لازم يدور على شريك حياته او شريك عمره يبقى سليم عشان نتجنب ولاده اطفال مصابين. وهذا أهمية الفحص ما قبل الزواج. أيوه، اسمه ما قبل الزواج. للأسف هنا بيتعمل ما قبيل الزواج. صحيح. ما قبيل الزواج يعني أنا بكرة أنا حجزت القاعة وعزمت الأهل وسويت الترتيب كله وجاي ياخد الورقة من الدكتور. هي مش كده. احنا عاملين فحص ما قبل الزواج، والدولة مكلفة فحص ما قبل الزواج ده ملايين الدراهم عشان تمنع أطفال مصابين. فأنا من الأول لازم أعرف أنا حامل المرض ولا لأ، وخصوصا لو عندي تاريخ مرضي في العيلة. يعني أنا ما ينفعش اجي يوم فحص ما قبل الزواج اسال الكابل زواجها، اسال الزوج والزوجه، الخطيب والخطيبه في الورق ده، ويقول اقول لهم انتوا عندكم تاريخ مرضي؟ يقولوا لي اه. طيب انت عندك تاريخ مرضي وعارف ان فيها عندك يعني حد في العيله عنده ثلاسيميا، على الاقل في الاول خالص اعمل التحليل، اعرف انت حامل المرض ولا لا. يعني هذا يحتاج وعي للمجتمع اكيد. يعني بالضبط، ده مهم واحنا بنحاول
أكيد. بنستغل أي فرصة إن احنا نكلم الناس عن طريقكم وعن طريق الميديا وعن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الفيسبوك وعن طريق الواتساب وعن طريق الانستجرام، كل السوشيال ميديا بنحاول نستغلها عشان ننشر الموضوع ده، عشان نتجنب ان هم يجوا لي هنا اصلا حاملين وعايزين يتجوزوا. يعني اثنين حاملين المفروض اصلا من الاول ما نجيش. نوقف ده، لو عايزين نوقف مرض الثلاسيميا ولاد الاطفال مصابين لازم يبقى كل حامل يدور على حد سليم يبقى هو شريك حياته. لكن الاثنين حاملين ممكن يتجوزوا لو الظروف حكمت، يعني ما فيش بديل خالص، ما فيش مفر، ما يبقاش الحمل طبيعي، يبقى الحمل عن طريق حمل مخبري، حقن مخبري في المعمل عشان نضمن ان البيبي يجي سليم او حامل المرض ما يجيش حتى مصاب. وده مكلف كتير جدا وليه فلوس كتير بتدفع ومش سهل ان هو يحصل. صحيح، وحنا نتمنى السلامة والعافية لكل اللي يسمعونا يا رب، والوعي أمين. مثل ما ذكرنا شيء وايد مهم، وفحص ما قبل الزواج كذلك يعني مهم كذلك، يعني عشان الأجيال اللي جاية ويعني والأطفال هذي اللي يطلعون سليمين وصحيين. أكيد أكيد طبعا أكيد. وهو حاجة بسيطة بس معلومة أخيرة، إن احنا بنستهلك تقريبا 50% من الدم اللي داخل تبرع على البنك ده. يعني احنا مرضى 300-400 مريض اللي انا قلت لك عليهم اللي احنا بنتابعهم غالبا بيستنزفوا حوالي 50% يوميا من بنك الدم، من حصيلة بنك الدم. طيب احنا 50% دول احنا اولى بيهم، لو ما فيش مرضى جداد مش هيبقى في نزيف المستمر ده لبنك الدم للمتبرعين. ممكن نستغل ده في لا قدر الله حتى في الطريق هحتاج الدم. صحيح. او حد بيولد وفصلته نادره ومحتاج الكيس ده، يعني الحالات اخرى يعني ممكن. صحيح. عدم تجنبها، لكن حالات الثلاسيميا ممكن تجنبها لو بالوعي وبالضبط بالوعي وبالتصنيف الصحي هنتجنب ان شاء الله ولادات اطفال جداد مصابين باذن الله. ان شاء الله نسال العافيه لكل اللي يسمعونا. جزيل الشكر لك دكتور احمد سليمان، طبيب اخصائي بمركز دبي للثلاسيميا، على هالحديث المفيد. يمكن دكتور تتريانا يعني يمكن نزورك قريب في مركز الثلاسيميا ونتعرف اكثر على خدمات هالمركز. يعني تنورونا في اي وقت، الباب مفتوح ليكم ولكل المستمعين. اي حد عايز يعرف اي حاجه عن مركز الثلاسيميا عن مرض الثلاسيميا احنا حاضرين ان شاء الله. شكرا لك مرة ثانية دكتور، ويومك سعيد. يلا 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 سلام، مع السلامة. مع السلامة. أعزائي المستمعين، وصلنا الحين لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة. أتمنى أنكم استفدتم من الفقرات اللي قدمناها لكم بكل الحب. يعني أوصيكم بنهاية كل حلقة أنكم تلتزمون بالإجراءات الوقائية، واللي ما أخذ بعده الجرعة الداعمة نقول يلا بسرعة سر اليوم وخذها. ولا تنسون بعد ما باقي إلا القليل ونودع إكسبو 2020. استغلوا هذا الجو الحلو وسيروا استمتعوا مع عائلاتكم وأصدقائكم بكل الفعاليات والمفاجآت اللي يقدمها لكم هذا الحدث الأروع في إمارتنا الغالية دبي. كان وياكم في الإخراج الزميل وائل قواسمة، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. هاي تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم يوم سعيد مليء بالتوفيق، الله يحفظكم وين ما كنتم، ولين ألقاكم باكر بإذن الله أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.